زياد أبو شعري يكشف عن زوجة أسامة مروة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. اجتمع بالأمس اليوتيوبرز في مطعم اليوتيوبر زياد أبو شعر اللي كان عازمهم للسحور، وكان من المتواجدين أسامة مروة، أحمد النشيط، نور ستارز، وصديقها كريم الشريف، وأختها بنين ستارز. أيضا اختار اليوتيوبر زياد أبو شعر يعمل فقرة أسئلة مع اليوتيوبرز المتواجدين، وسأل أسامة مروة عن أكثر الأسئلة اللي الجمهور حاب يعرفهم، مثل إمتى رح يتزوج أسامة، وهل بيفضل أسامة تكون زوجته المستقبلية من السوشيال ميديا أو برا السوشيال ميديا؟ حدا من السوشيال ميديا ولا لا؟ يعني هل في فكرة؟ ليش لا؟ أتوقع يفضل لا، بس ليش لا؟ يفضل لا، ليه؟ لأنه بحس إذا لا في هيك في غموض. أوكي. في غموض. أوكي. الغموض شو بتجيب؟ فيوز. أوكي، سؤالي بعد. أوسي هلا حتروح لكندا بالعيد؟ أو أنا لحزيد من عندي أمريكا أو السعودية؟ لا والله للأسف، والله كان بودي يعني بالعيد بدبي؟ العيد بدبي إن شاء الله. العيد بدبي؟ صح إن شاء الله. أنت وين حيكون عيدك؟ وين حيكون عيدك؟ في روحة. اذا ان شاء الله يا رب تطلع الفيزا لزياد. يس، لا ان شاء الله بتطلع. انا انت ما قلت لهم لسه بدي اشوف انه في روحة قارب. هو مو قارب. بلا حكى. مين حكى؟ حدا حكى والله. بس مو قارب، انه كروز يعني سفينه قد الدنيا. يس، هو زياد يسميه قارب. لا والله العظيم غيث اللي حطها معنا على القارب. اقسم بالله غيث بسميها شختوره وهذا القارب. هي سفينه. انا منك عم سميها. لا هن انت القارب. هي شيء مثل التايتانيك حملها علينا. هلا معكم يعني ان شاء الله شهر ان شاء الله ما نعبي بعيد الشر. طالعين قطب الشمالي. يس والله. وسامة شو اكثر شيء بتحبه بغيث؟ اكثر شيء بحبه بغيث شو اكثر شيء؟ ما معنا وقت نفكر صراحه. كثير ما في طبعا دقيقه بس معنا وقت. يس لازم نلاقي شيء. المشكلة انه بده شيء 7-8 دقائق ليفكر يلاقي شغله بحبها بغيث. صح؟ الناس على الفطور. اي والله امبارح ما كنت لاقي محل افطر، قال لي على 6:15 قال لي تعال افطر. هاي احسن من اي شيء ثاني. اي والله. اوكي افطار صايم. بالنسبه لي ندالته. ولا شيء منيح بهالستوري. هاي احسن شيء بالنسبه لك؟ يس. هو هذا احسن شيء. هاي احسن شيء. احسن شيء بس ليجي سؤال هلا. ما حدا خليني اسالك سؤال. وأيضا هل بفضل أسامة تكون زوجته المستقبلية محجبة أو بدون حجاب؟ وأسامة مروة كانت إجاباته كلها ذكية. يس. أوكي. يس. أوكي. اسأل أسامة. أكو بنية حبة يعني بباله بنية عجبه ده وكيل المشاهير. هذا السؤال من العراق. هذا السؤال من العراق الحبيبة. بنية صراحة. ما في بنية؟ أبدا؟ هي بيشبه السؤال اللي قبل بس لأنه الحكي بالعراقي. العراقي حلو. والله بنفسي يعني بس يعني. ايام فضيله تعال ندعي يا رب. ادعوا لك يا ما بدك تاكل صرخه على ايدك. مين اقرب شخص لاسامه من اصحابه؟ بدي اسم. من اوكي يعني بدي اسم. ها لا انس مو صح. مو حلو ابدا. مو حلو. فلتر عن نور. مو كلش حلو. كلش حلو. نور قاعدة عم تصورنا بفلاتر بنام. جاوب أوسي. أنا أول. لا ما حلو. بس على منو أحلى؟ طبيعي. بلبلة. على بلبلة بيزبط أكثر. لا زبط عليك أكثر صراحة. إيش في؟ نور. نور كيفك يا نور؟ يا نور. يا نور. إيش في؟ نور وينك؟ نور. جاوب على السؤال. أتوقع أقول MK. ما له صاحبك قرايبك. أعطيني اسم. أوكي. من أحمد نصيب. أحمد نصيب. والله العظيم إنه بيستاهل. هذا الزلمة قلبه طيب. مو مشكلته زياد متزوج. مو مشكلة. شو دخلت؟ شو دخلت؟ إنه الفكرة. شو؟ شو؟ سارة. تعي اسمع بحكي عليك والله. بيت الحما ما سمع. قصدي إنه لو كان زيد مغيط زياد. لو كان زياد مو متزوج. أوكي جاب أم العيد. لو انت ما كنت متزوج وقتها كنت انت اكيد حتكون صديقي الصدوق بس انت مش والله كذاب. اخر سؤال. سؤال قوي. شو السؤال؟ اسال اسامه هل تتزوج بنت محجبه او بدون حجاب؟ يعني انت شو الشيء يلي ببالك؟ انا برايي اللي صح
حاشيه تساعدني بس يريحها هي يريحك حسيت انا اقول انت اللي بتمسح جنب لا ما في حل بس يعني انت عندك شرط انه تكون محجبه او غير محجبه وقال لك الرجال ما عندك اي شيء انا عندي جاوب بدي جوابه محجبه او غير محجبه وقال لك الرجال ما عندك اي شيء انا عندي اوكي جاوب بدي جوابه مشكله لا اوكي بس هل اسامه مروه عنده شرط انه تكون محجبه او غير محجبه ليه ما عندك مشكله اوكي حلو بس نشيط شو نشيط انا اجاوب عنه اقول لك شيء اذا هي محجبه عاره صح وانا كمان معهم والله هلا والله بكريم هلا والله بالغالي نور يا هلا والله والله انبسطنا اليوم فيكي وشكرا لجيتك الله يسلمك نور بلي بلي هلا والله بنين ده لحتى نشوف علينا يا هلا والله شوف حسب الفلتر بشع حلو وهل طالع نشمع ايضا الجمهور العربي بيزعم انه في اعجاب بين اليوتيوبر اسامة مروة وشيرين بيوتي فشو رايكم بخصوص هذا الخبر اوسي اسأل اسامة امتى العرس يا زلمة يعني امتى بدك تتجوز الاسبوع الجاي والله لو بعرف كنت حكيت لكم يعني ما في حدا مو لهالسنه انا قلت له هدف اوسي انا حابب هيك كل لا مو لهالدرجه حابب كل القنوات على اليوتيوب عندي يصير عندهم هيك 10 منهم كلهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب دائما 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 هيك نعبي البيت كله بس دروع يوتيوب يا رب ونلاقي عروس لنشيط نشيط اذا حصلنا العروس بعدين نجي ال 10 مليون هذا بلش من المألوف نور شو اكبر هدف الك وشو طموحاتك؟ شو اكبر غلطه في حياتك؟ اكبر غلطه شو جاوبي؟ اقول لك انت خدتني على غفله اي عادي اوقف خلف افكر اكبر هدف في حياتي يس شو طموحك بالحياه؟ اتبول هاي طموحي حبيبتي طموحي اصير انجح سيده اعمال عربي اوه كفو والله يعني يا كفو